ما يزيد على 20 صاروخا محمولا على الكتف أطلقتها قوات الاحتلال تجاه هذا المنزل في حارة السلام في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. النيران اشتعلت في المنزل، لكن المقاوم إسلام عودة أحد قادة كتائب القسام الذي كان محاصرا في داخله واصل التصدي حتى ارتقى شهيدا، فيما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم طول كرم أثناء انسحابها منه. الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في طول كرم وحرق البيوت يدل على أن إسرائيل تحاول أن تنقل جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة إلى الضفة الغربية. نحن نواجه هنا خطرا مزدوجا من المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على الفلسطينيين في كل مكان ويحاولوا أن يمنعوهم حتى من قطف زيتونهم، ومن جيش الاحتلال الذي يرتكب كل هذه الجرائم. لكن ما يجب أن يكون واضحا أن كل جرائم إسرائيل وبطشها وبطش المستوطنين والجيش لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. اقتحام مخيم طول كرم تزامن مع مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في قرى كفر عين وقراوة بني زيد شمال رام الله وبلدة بتونيا غربها، فيما داهم جنود الاحتلال مبنى تابعا لبلدية الخليل جنوب الضفة واعتدوا على العاملين فيه بالضرب، فيما شددت قواته من حصارها للمدن والقرى الفلسطينية وأغلقت عشرات البوابات العسكرية التي تفصل بين المدن والأرياف. حملات الاعتقال مستمرة بشكل يومي وبشكل مكثف حيث تطال العشرات، ومنذ 7 أكتوبر اعتقل إلى الآن أكثر من 11,000 مواطن فلسطيني، ما بين شاب ورجل طفل وامرأة، بالإضافة إلى أن هناك داخل السجون اليوم ما يزيد عن 10,000 معتقل، أكثر من ثلثهم بالاعتقال الإداري التعسفي. كذلك واصل المستوطنون بحماية من جنود الاحتلال اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون، ما أدى إلى إصابة مسنة في قرية قريوت شرق نابلس إثر ملاحقة المستوطنين لها، كما اعتدوا على المزارعين في تل رميدة في الخليل جنوبا وسرقوا محصولهم من الزيتون. مطاردة المقاومين واغتيالهم جزء من سياسة إسرائيل من أجل تحييد الضفة الغربية ومنع تحولها إلى ساحة مقاومة أخرى. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.